بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبابي طلاب الصف الأول الابتدائي بمدارس العبير الأهلية، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نبدأ معكم في التعليم عن بعد. أحبابي طلاب الصف الأول، في الوحدة الخامسة أو المجموعة الخامسة من كتاب التهيئة، تأمل معي هذا التدريب وهو بعنوان أميز الألوان. وهذا تدريب سهل للغاية، يعرفه كل الطلاب. عندما أسألك ما هذا اللون، أجب إنه اللون الأحمر، وهذا لون أزرق، وهذا اللون الأخضر، وهذا أسود، وهذا أبيض، وهذا أصفر. تأمل هذه الألوان التي معنا الآن، عددها 6 ألوان: أحمر، كل خلفي أحمر، أزرق، أخضر، أسود، أبيض، أصفر. هذه الألوان كلها تبدأ، كل كلمة تبدأ بحرف. هل تعرفونه عندما أقول كلمة أحمر؟ ما الحرف الذي تبدأ به هذه الكلمة؟ آ. أزرق تبدأ بحرف آ. أخضر تبدأ بحرف آ. أسود تبدأ بحرف آ. أبيض تبدأ بحرف آ. أصفر، نعم، تبدأ بحرف آ. حرف الألف يا أبطال، وهو سندرسه بعد ذلك، قل خلفي آ أحمر، آ أزرق، آ أخضر، آ أسود، آ أبيض، آ أصفر. هذه الألوان الست في هذا التدريب فقط تميز بينها. الطالب يميز بين اللون واللون، هذا لون يختلف عن هذا اللون، وهذا اللون يختلف عن هذا اللون، وهكذا. من الذي خلق هذه الألوان يا شباب؟ الألوان أوجدها الله سبحانه وتعالى للناس، وسبحان من جعل لنا عينا تبصر لنرى هذه الأشياء الجميلة. عندما ندخل حديقة وبستان فنرى فيها وردة حمراء، وهناك ورقة خضراء، ونجد أشياء فيها ألوان، فنقول سبحان الله، بسم الله ما شاء الله. تأمل بعد ذلك هذا التدريب الذي في الوحدة الخامسة، أسمي الأماكن التي أمر بها حتى أصل إلى مدرستي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى مدارسنا ردا جميلا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء هذا يا رب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا هذا الوباء، وأن تجمعنا بأبنائنا وفلاذات أكبادنا يا رب العالمين. تأمل أيها الطالب الصغير، تأمل هذا بيتك الآن، صورة لصورة بيت الطالب خرج من بيته ليذهب إلى مدرسته. عندما نخرج من البيت نقول ذكر الله عز وجل: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
دائما يا أبنائي عندما نخرج من بيتنا نقول هذا الذكر، لأننا عندما نخرج ونقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت قد حصنت نفسك وتوكلت على الله عز وجل، وينادي عليك الملك وقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. فالإنسان عندما يخرج من بيته كل يوم، خرجت للصلاة، خرجت لتذهب إلى أحد جيرانك، خرجت من منزلك لتذهب إلى المدرسة، لا بد وأن تقول هذا الذكر: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يا أبنائي تعليم من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا بد وأن تتعلم هذا الذكر. ماذا تقول عندما تخرج من المنزل؟ تقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نركب السيارة نقول: بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. خرجت من منزلك وذهبت بالسيارة ونظرت فوجدت هذا المكان، ما اسم هذه الصورة؟ ما هذا المكان الذي ترأيته وأنت تمشي؟ من منكم يعرفه؟ إنه بائع الفواكه، محل فواكه وخضروات. يخرج من هنا ثم ينحني الطريق فيجد هذه الصورة. ما اسم هذه الصورة؟ إنها صورة المسجد، مسجد. ثم يخرج يا أبطال، يذهب ويسير فيجد هذه الصورة، ثم يجد هذه الصورة، ثم يجد هذه الصورة، ثم يجد هذه الصورة. الآن ما اسم هذا؟ مسجد. ما اسم هذه الصورة؟ إنها صورة الفناء والنادي. ما اسم هذه الصورة؟ صورة المستشفى. المستشفى يا أبنائي من الذي يدخل فيه غير الأطباء؟ الأطباء يعالجون المرضى، ويذهب المريض لكي يعالج في هذا المكان. نسأل الله أن يشفي أمراض المسلمين. هذا المكان المسجد يا أبطال، هذا المكان الذي هو المسجد بيت من؟ هل في أحد من المسلمين أو في أحد يملك هذا البيت؟ لا يا أبنائي، إنه بيت الله، مكان العبادة. وهذا يا أبنائي النادي، هذا المكان الذي نذهب ونلعب فيه الكرة، ثم نذهب ونمر على مدينة الملاهي، ثم نذهب وندخل مدرستنا. نسأل الله أن يجمعنا بكم أحبابي في هذا العام عن قريب. عندما ندخل المدرسة نقول بسم الله، فنذهب إلى مدرستنا، هذا البناء الجميل، إنه المدرسة. وهذا العلم الذي يرفع في أعلى المنشآت، من مدارس، من مستشفيات، من أماكن يتجمع فيها الناس، إنه علم بلادي الذي يكون فيه لونه الأخضر ومرسوم فيه السيف ومكتوب فيه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبابي طلاب الصف الأول الابتدائي، إن شاء الله تخرجون من بيوتكم عن قريب، أمالنا في الله عز وجل، ثم نعود إلى مدرستنا ونجتمع بمعلمينا، وفي الحصة القادمة ستجدون الطريقة المثلى للإمساك بالقلم بيد المعلم، وطريقة الكتابة في الدفتر. وفي الحصة القادمة إن شاء الله، في التدريب القادم وفي التسجيل القادم، سأطلب منكم أن تجهزون